اكتشفنا كمان ان السيسي بيتشال ويتهبد لما يشعر بتهديد للكرسي، زي ما بيقول العلماء كده بيعمل استجابة عنيفة وقمعية، ويبقى ساعتها بقى لا مكان للقانون او للسياسة او لدولة ولا للشعب زي كده. وبتضحياتكم انتوا والشرطة المدنية تستعيد الاستقرار والامن في سيناء، وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة، لانه انا عرشي في مشكلة. بيتعصب كمان قوي لو حد وقفه وهو بيتكلم لما يبرر فشله في كل المجالات زي كده. يا ساتر على اهل الشر وتخطيطها وترتيبها لإزائنا كلنا، ويستخدمونا ناكل بعضنا البعض، ويقول لك خلي بالك ده مش سهل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بياكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش، بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي، محدش قالك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. اسمع الكلام، اسمع كلام، احنا بنقول لكم المرض، اسمع كلام. طبعا مش هنعلق على قصه بعض الفقراء قوي دي، اكتشفنا ان في قصور رئاسيه وفي طياره بنص مليار والحاجات دي، بس انت ما تقطعوش يا ريس وهو بيتكلم، انت برضو غبي يعني. الراجل بيقول لك فقير قوي، سيبه يكمل الموال لاخره ويقفل. اتعلم بقى، هو طلع في موال شبط فيه، خليه يكمل الموال لاخره، اول ما يقف كده خلاص، انما انت دخلت غلط. فقال لك اسمع كلام. اكتشفنا كمان ان السيسي بيتعصب قوي لما حد يزنقه بالفشل، فيرمي المسؤولية على الحكام اللي قابله او يتنصل هو من المسؤولية زي كده. انت بتطلب مني كامل يقول لي التذكرة بجنيه، طب زودها، اقول له لا ما زودهاش. ليه؟ ليه يا دكتور مصطفى؟ ليه يا كامل بقول لك ما زودهاش؟ لا سيادتك ما قلتش كده. لا 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 ليه؟ في البداية سيادتك بس ليه ما بيقولش ليه؟ بيقولش ليه؟ خايف. خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو، ونخرب فيها ونخليها كهن. ونخليها يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن، سكة حديد تعبانة وطرق تعبانة ومواني تعبانة، كله تعبان. بالراحة شوية، بالراحة زعيم. وما انت خايف على ايه؟ انت خايف على ايه؟ ما انت خايف على الكرسي. وراح مخبط في عبد الناصر والسادات ومبارك. السيسي لو عايز تضايقه فعلا اتكلم عن ثورة يناير اللي اسمها بس وذكرها بيمثل له ازعاج وكابوس، وهو مش عايز يرجع لها ابدا زي كده. ما يصحش حد يفكر ان هو يلعب في امن مصر واحنا موجودين، لان انا اروح اموت الاول قبل ما حد يلعب في امنها، قسما بالله العظيم. قبل ما حد يلعب في امنك يا مصر ويضيع 100 مليون لازم انا اكون موت الاول. اسمعوا اللي بقولك عليه، اللي عايز يلعب في مصر ويضيعها لازم يخلص مني انا الاول، لان انا لن اسمح، والله العظيم لن اسمح. هي انا اروح بس ال 100 مليون يعيشوا، اروح بس ال 100 مليون يعيشوا، يحفظنا كلنا. انا بقول الكلام ده لكم عشان ده مؤاخذه، انا شايف كده كلام احذروا، الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. محدش يفكر يا جماعه يدخل معانا في الموضوع ده، لان انا مش سياسي، انا مش سياسي بتاع الكلام، لا انا عمري ما كنت اتكلمت بالطريقه دي. بس انا هقول بس. والحقيقه يعني الراجل راح قال لك طبعا مصر دي بالنسبه له واحده يعني ممكن يتلاقي فيها. هو كده مره يقول لك حد يلعب في مصر، ومره يقول لك مصر عرضت كتفها وكشفت ظهرها زي كده. لما البلد كشفت ظهرها، البلد كشفت ظهرها، وانا اسف، وعرضت كتفها في اي حاجه تتعمل بقى. يا عيني الراجل ده مسكون بالهواجس الجنسيه، فحول مصر الى ست كده خفيفه وعقلها طياري، اي حد ممكن زي ما انت سمعت كده، يعني الالفاظ اللي انت سمعتها دي اللي انا يعني ما اقدرش اقولها دلوقتي. السيسي بيموت وشه يروح ميت لون لو حد فكر يجي جنب الكرسي، هيشيله من على وش الارض شيل. اللي هيقرب من الفاسدين يحذر منه، اللي هيقرب من الفاشلين من الكرسي ده يحذر مني، محدش يقول الكلام ده خالص، مش كده؟ لا انا كنت عارف كويس قوي الصالح، وانا مش هبقى حكم عليكم او حاجه عليكم، يا مصريين تختاروا اللي انتوا عايزينه، لكن في ناس انا عارفهم فاشلين، ان اسمح لهم
بالاقتراب من الكرسي. الكرسي 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 مشكلته كلها الكرسي. اللي هيقرب منها هشيله من على وش الارض الشيل. حتى لو الشعب ما سمعش كلامه هينشر الجيش في كل القرى والميادين زي كده. التخطيط معمول، انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين، الجيش يفرد في مصر، ينتشر في مصر في 6 ساعات. لا والله لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل كرة مصر، وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يعني اوقف ونبقى بدولة مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا، وانا جبنا معدات هندسية تكفي ان انا انزل على الكرة دي وابيد واشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسية. حتى الشعب يتعصب قوي السيسي ويتنرفز ويخرج من طبيعته دايما عشان الكرسي وعشان الايجو بتاعه، وعمره ما غضب عشان مصر او البلد. خلينا نشوف الجراف كده اللي متى بيتنرفز الزعيم، متى يخضع الزعيم للاستجابة العنيفة القمعية. لما حد يكشف اكاذيبه، لما حد يراجع في قراراته، لما حد يكشف تقصيره، لما حد يكشف فساده، لما يشعر بتهديد، لما يجي يبرر فشله، لما يتنصى المسؤولية، لما يتكلم عن ثورة يناير، لما حد يهدد منصبه، لما يهدد الشعب بالجيش، ولما يجي يبرر الغلاء.